بعد 3 سنوات من تفشي وباء كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أخيرا انتهاء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية، والتي كانت قد أعلنتها المنظمة في يناير من عام 2020، وذلك بعد انخفاض الوفيات والإصابات العالمية وانخفاض حدة الوباء. عن دلالة ذلك بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة. أهلا بحضرتك دكتور، ما الذي يعني أعلام منظمة الصحة العالمية انتهاء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية؟ نتيجة انخفاض الإصابات والوفيات في الفترة الأخيرة، وكمان انخفاض حدة الوباء والأعراض اللي كانت موجودة في بداية الجائحة، وكان فيها التهابات شديدة في الجهاز التنفسي وكده، أعلنت منظمة الصحة العالمية أخيرا انتهاء حالة الطوارئ أو انتهاء جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية للعالم، علشان يبدأ العالم الحقيقة إن هو يتخذ من الإجراءات ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي طبعا اللي بيمر بيه، ويقلل شوية من الإجراءات اللي كانت بتلزمه بإن هو يتوخى الحذر من زيادة الأعداد. يعني هل هذا الإعلام من منظمة الصحة العالمية يعني التخلي عن التدابير الاحترازية أو الحصول حتى على اللقاحات؟ لا، ده بيعني الحقيقة إنه حالة الطوارئ اللي كان بيعيشها العالم هي دي اللي بتنتهي. لكن طبعا علينا إن احنا نتوخى الحذر، وأي حد بيعاني من أعراض تنفسية أو أمراض معدية عليه إن هو يلتزم بيته، وفي نفس الوقت كمان احنا لو بنتعامل مع شخص مريض أو بيعاني من أعراض تنفسية بالذات اللي ممكن إنها تنتقل عن طريق الهواء أو الجهاز التنفسي، في الحالة دي لازم نتوخى الحذر برضه. يمكن هنا منظمة الصحة العالمية الحقيقة يعني بتقول إنه في درس كبير إحنا خدناه من جائحة كورونا. جائحة كورونا الحقيقة يعني علمتنا إن إحنا لازم نستعد، لازم نكون مستعدين، لأنه الاستعداد هو شيء مهم جدا ضروري إنه بيخلينا نقدر نتغلب على المشاكل. كمان آثار القضايا اللي هي الافتقار إلى التنسيق والافتقار إلى العدالة، لانه احنا شفنا مثلا انه الادويه الدول اللي كانت بتنتج اللقاحات استاثرت بها في الفتره الاولى. ايوه، وكمان كان في نوع من انعدام التضامن، يعني ما كانش في تضامن كافي بين الدول بحيث انه الكل يكون في مأمن، وبالتالي ده برضو بيعلمنا انه العالم قريه صغيره، لابد ان احنا كلنا نتضافر أو تتضافر كل الجهود علشان إنها تمنع انتشار الوباء. لكن رغم إعلام منظمة الصحة العالمية إنه يعني هذه الجائحة انتهت أو لم تصبح جائحة، الدكتور مايك راين المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة قال نتوقع أن يستمر هذا الفيروس في الانتقال. يعني هل هذا تناقض في الحديث؟ لا، إحنا بنتكلم على حالة الطوارئ، حالة الطوارئ اللي كانت يعني موجودة في خلال 3 سنوات السابقة هي دي اللي بتنتهي. لكن طبعا لا، زي ما بنقول ان علينا ان احنا نكون مستعدين دايما، وانه اذا كان في زيادة في الاعداد او بعض الدول بتسجل زيادة في الاعداد او وجود سلالات جديدة من المرض، لابد ان يتم الاعلان عنها، وفعلا يبقى في نوع من التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والدول اللي بيتم فيها ظهور أعداد كبيرة، علشان نقدر إن احنا نتوخى الحذر وناخد الإجراءات اللازمة حتى لا تنتشر الوباء أو يصل إلى مستوى الجائحة زي ما حصل مع كورونا من 3 سنوات. ولكنه الآن يعني نفهم من ذلك إنه تحول من وباء إلى يعني فيروس مزمن كفيروسات الأنفلونزا الموجودة دائما يعني كل عام، يعني هو دخل إلى هذه الخانة الفيروس المزمن. بالضبط، احنا نقدر نقول انه الحالات اللي موجودة اصبحت حالات بسيطة في معظمها. طبعا كبار السن واصحاب الامراض المزمنة ومن يعانوا من ضعف المناعة عليهم انهم يتوخوا الحذر، كمان هم دول المفروض انهم بيحصلوا على اللقاحات علشان ما يحصلش اي زيادة في الاعداد. وزي ما بنقول انه الاجراءات لابد ان احنا نحذر من المرضى، يعني اي حد مريض عليه انه هذا لا يتعلق فقط بكورونا، الحذر من بالضبط. المرضى، ولكن باي فيروس يعني. بالضبط، هو جائحة كورونا الحقيقة علمتنا أنه غسيل الإيدين مثلا واحد من الإجراءات اللي فعلا بتمنع ظهور أو زيادة الأعداد، وأنه توخي الحذر وأننا نبعد عن الأماكن المزدحمة،
وانه يبقى في مسافه امنه بيننا وبين من حولنا، ده اعتقد انه هيساعد كتير الى انه هو يمنع. يعني هذه الجائحه اثبتت انه هذه يعني الاجراءات الاحترازيه يعني يجب ان تكون موجوده طوال الوقت لا تتعلق بجائحه ظهرت. وطبعا في حاله ظهور الامراض علينا ان احنا نكون اكثر التزاما. طيب دكتور، يعني تشابهت الأعراض في الأونة الأخيرة بين متحورات كورونا الأخيرة والأشكال الأخرى من الإنفلونزا وهذه الفيروسات، يعني لماذا تتشابه الأعراض الآن؟ الحقيقة بيتم تسجيل كل ما يعني كل الأعراض اللي بتحصل نتيجة ظهور سلالات جديدة لكورونا، ويمكن في الفترة الأخيرة ما تم فعلا تسجيله من أعراض كان يتشابه إلى حد كبير مع أعراض البرد والإنفلونزا وحتى الريسبيراتوري سينسيتال فيروس اللي هو الفيروس اللي بدأ يظهر يمكن في الأطفال في فترة معينة. أيوة. وده بيخلينا الحقيقة إن احنا برضو نكون في حذر، لأنه برضو أعلنت منظمة الصحة العالمية توخي الحذر من ظهور فيروسات جديدة قد تكون سبب لالتهابات يعني تنتشر بين البشر. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة.